السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي القناة، مشهد لا تراه ولن تراه، يعني أغلبنا ما شفناهوش، اللي هو أطفال البغبغان ده. سبحان الله على خلقه سبحانه وتعالى، ولسه خارج من البيضة، لسه جسمه مطلعش شعر، سبحان الله. ثم يجعله الله مثل هذا المخلوق الرائع الجميل. تخيل هذا المخلوق الصغير، المسكين الضعيف العاري، يركض تحت أمه. كيف علم أن هذه هي أمه؟ ويحتمي بها من البرد. فسبحان الخالق البارئ المصور. وبعدين يجي حد يقول لك مفيش رب، مفيش إله. طيب أروني ماذا خلق الذين من دونه سبحانه وتعالى. لا تخرج من الفيديو حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أشكركم للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.